سألتوني كلكو على المفرش اللي انا قاعدة عليه، عملته بخيط ايه وعملته بغرزة ايه واخد مني كام شلة. كملي الفيديو معايا وانا اقولك. المفرش ده اخد مني 3 الوان اساسية، الاصفر والازرق والابيض، والرمادي اخد تقريبا ربع شلة لان انا عاملة الاطار بس. اسم الخيط ونوعه اليزا كوتون جولد، انا قلتلكو عليه قبل كده ان انا بحب اشتغل بيه لانه مريح في الشغل، في نفس الوقت قطن وبيتغسل عادي، بس اوعي تغسليه في المياه السخنة، بيتغسل في المياه الساقعة عادي وبينضف وبيبقى زي الفل، يا دوبك بيحتاج مكوة بسيطة. سعر البكرة على حسب كل مكان، في اماكن بتبيعها بالجمله ب 42، في اماكن بتبيعها ب 43، في اماكن بتبيعها ب 45، وممكن تلاقي اماكن بتبيعها ب 40 كمان. الغرزه اللي اتعمل بيها المفرش غرزه الجراني، وبين كل غرزه جراني وغرزه جراني سلسله عشان تدي الفراغات اللي انتوا شايفينها دي، واستخدمت ابره رقم 4 علشان دي اللي ايدي بتتظبط عليها. زي ما قلت في الفيديو اللي فات، انا ايدي بتوسع الغرز قوي وبتخليها شكلها مش حلو، لو انا عامله المفرش ده بابره رقم 4 هعملها ب 3.5 او 3 على حسب ما انت شايفه. عملت انا بقى المفرش ده ازاي للناس اللي بتعرف اصلا تشتغل كروشيه؟ عملت مربعات، عملت 36 مربع، هما 3 الوان، 36 على 3 فيها ال 12، عملت 12 مربع من كل لون، دي اول حاجه انا عملتها. وبعدين جبت البقره الرمادي عملت اطار لكل مربع، دور واحد بس زي ما انتم شايفين كده. خلصت ال 36 مربع، حطيت ملايه في الارض ورصيت المربعات عشان تعمل الشكل اللي انا عاوزاه، وافضل ابدل لغايه ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه. عايزه الشكل عامل ازاي دي بتاعتك انت. بعد ما بترصيهم كلهم جنب بعض، نظام التشبيك بقى، في كذا طريقه للتشبيك. في بابره تنظيف كانك بتخيطي خيط عادي، بيبقى من الظهر زي ما انتم شايفين مش من الوش، وفي تعملي منزلقه بابره الكروشيه، اهي ابره الكروشيه وبنعمل بيها غرز منزلقه زي اللي انا عاملاها دي. تقدري تشبكي المربعات بالابره العاديه او بابره التنظيف، ودي طبعا هنتعلمها مع بعض في حلقات الكروشيه. بعد ما شبكت كل المربعات ببعضها كان لازم طبعا كذا دور يلف حوالين المفرش كله عشان يمسك المربعات كلها ببعضها. عملت دور بالاصفر ودور بالازرق ودور تاني بالازرق ودور بالابيض، والمفرش خلص.